وطاعتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ أتعلم فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك من سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن الآن في منطقة تسمى نيت في منطقة شريفة في دولة ملاوي. اليوم نفتتح المسجد وهذا المسجد المتبرع هي الشيخة عائشة آل ثاني عين طوى أم فادي دولة من دولة القطر تبرعات من دولة القطر بواسطة الدكتور مازن الحجري والداعية فاطمة العلي. نشكر الأخوة من دولة القطر على هذه التبرعات طبعا بخصوص الأخت الشيخة عائشة آل ثاني ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه التبرعات في ميزان حسناتها وكما ترون الناس كلهم يعني جاءوا هنا لكي يشهدوا افتتاح هذا المسجد وهو أكبر مسجد من المساجد التي بنينا فنشكر الإخوة جزاكم الله خيرا خاصة الأخي دكتور مازن الحجري والداعية فاطمة العلي وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل الله تزهو وتبذل فبذلك للمعروف يغفر زلة ويرفع أوزارا لحملك تثقل لديه محب الخير يسمو ويفضل حياتك جنات وكفك جدول وخيرك سيال وغيرك ينهال أتعلم أن البر للمال حافظ أتعلم فليس بمنقوص ولا يتبدل وربك مبسوط للعالمين
له في الصدر أنسا وراحة. كأنك إذ تعطي لخيرك تحمل يضلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يضلل ببرد ظلال العرش يوم يضلل. تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل. تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه